تنضم إلينا من جنيف السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية. أهلا بك معنا. بدايتي ستكون يعني هذا الإصدار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بأوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالنت بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة، كيف تريه؟ مساء الخير. نبدأ بأن هذا القرار وإن كان متأخرا نؤكد على أنها خطوة إيجابية، ونأمل أنها تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجانب الإيجابي، على الرغم من أن المدعي العام قدم المطالبة للمحكمة بإصدار هذه الأوامر في مايو 2024 وأتت متأخرا بعد كل هذا الوقت، ولكن صدورها في حد ذاته يؤكد على أن المنظومة القانونية الدولية لا تزال تعمل بقدر من الحيدة، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب، وكذلك التصريحات التي خرجت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال باتهام المحكمة بأنها غير محايدة وأنها ضد السامية إلى آخره. ولكن محتوى الطلبات، وإن كانت لا تأتي بالقدر الذي كنا نأمل فيه فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، ولكن أتت باتهام واضح ضد المسؤولين الإسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منع إدخالها الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزة، خلق ظروف تهدف لإقضاع المدنيين في القطاع، طبعا لظروف تؤدي لتدميره وتدمير المدنيين، وهو ما نراه يعني للأسف على شاشات التلفزيون في هذا الزمن، يعني جريمة ممنهجة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تبث على الهواء، يقع أغلب الضحايا من المدنيين النساء والأطفال، وبالتالي نأمل أن هذا الحراك من قبل ولكن المحكمة يعني دكتور سيؤدي إلى ضغوط حقيقية على المستوى الدولي. ولكن دكتور نميرة، يعني هل هذا الأمر قابل للتنفيذ في الوقت الحالي؟ وأيضا الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الجانب الفلسطيني لتنفيذ هذا القرار؟ مبدئيا إذا تحدثنا عن التنفيذ، الدول أعضاء المحكمة الآن ملزمة بإلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين إذا توفرت لهم الظروف في ذلك، وقد أعلن بالفعل وزير خارجية هولندا أنه سوف يحترم قرار المحكمة إذا ما سنحت الظروف لذلك. هذا بالإضافة إلى أن وزير خارجية فرنسا عبر مباشرة على أو الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المحكمة محكمة محايدة ويجب احترام قراراتها. هنا نرى أن القرار الذي صدر من المحكمة بلا شك سيحظى تأييد للبعض والهجوم من البعض الآخر، ولكن هذا سيؤدي إلى مزيد من التحييد السياسي الدولي لإسرائيل تحت نتنياهو، وطبعا دي خطوة هامة جدا لأنها ستؤدي إلى بلا شك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مع ما يحدث في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بعقوبات وأمور أخرى ضد إسرائيل، قد تؤدي لبعض الحراك لوقف المجزرة ونزيف الدم الحالي في فلسطين. ولكن إذا لم تلتزم الدول بأوامر الاعتقال الخاصة أو الصادرة من المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالنت، كيف من الممكن أن تتعامل معهم المحكمة الجنائية؟ يمكن لها إصدار، طبعا هو يعني لازم نوضح انه هذا القرار الذي صدر يمكن استئنافه وفقا لمعايير المحكمه من قبل اسرائيل. ليس من المتوقع قبوله لان كل الدفوع الاسرائيليه تقدمت حتى الان قبل اصدار هذا الامر ورفضت من قبل المحكمه، لكن يجب ان نوضح ان هناك مراحل اخرى في التقاضي. اما عن عدم التزام الدول بقرار المحكمه، هنا
هناك مسؤولية من الناحية الأخلاقية لهذه الدول للالتزام بالمحكمة. الدول الداعمة للمحكمة إذا لم تنفذ هذا القرار هنا لن يمكن القول بأنهم يأتوا بمعايير مختلفة أو زوجات المعايير، ولكن هذا يعني قتل هذه المحكمة وخاصة الدول الغربية التي تدعم بشكل كبير هذه المحكمة. وبالتالي هم من مصلحتهم ألا تقتل هذه المحكمة، وبالتالي سيستمروا في دعمها. عدم الالتزام بلا شك يمكن الذهاب للمحكمة بهذا الأمر للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن لوضعه أمام مسؤولياته في أن هذا أمر عدم تنفيذه يؤدي إلى الاستمرار في تهديد السلم والأمن الدوليين. نحن نعرف أن مجلس الأمن حتى الآن يصعب استصدار قرار منه، ولكنها كلها أدوات سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين أو من قبل الدول الداعمة لها للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ويلي ذلك الموضوع الخاص بالمساءلة القانونية. ولكن دكتور نميرة، الآن ونحن على الهواء مباشرة، هناك عاجل من مستشار الأمن القومي يقول أن المحكمة الجنائية الدولية سيكون هناك ردا قويا عليها بعد هذا القرار، كيف تري هذا التصريح؟ مستشار الأمن القومي، تشيرين إلى المستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. الولايات المتحدة الأمريكية وضح حتى أثناء، ولكن للرئيس ترامب، الرئيس المنتخب ترامب، في خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية وضح أنه سواء من جانب الرئيس ترامب أو الرئيس بايدن ومن سيمثلونهم ويمثلون الرئيس بايدن حتى الآن، أنهم سوف يستمرون في دعم إسرائيل، هذا واضح بلا شك. ولكن الأمل كان في الذي رهن عليه العديد حتى من المصوتين الأمريكيين المسلمين والعرب أن الرئيس ترامب قد يأتي بوقف إطلاق النار. هناك الآن بعض الأقاويل تشير إلى أنه هناك بعض الأمور إذا تم التفاوض عليها قد يتم وقف إطلاق النار في غضون أسبوع من الآن. علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث، ولكن كما أشرت قرار المحكمة في هذه الظروف الدولية بلا شك سيأتي ببعض الدعم من قبل بعض الدول، وسيأتي عليه هجوم البعض الآخر. والمحكمة وبلا شك الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح وصريح من هذا الأمر. ليس فيه من جد. أشكرك شكرا جزيلا من جنيف السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، شكرا لك.